هناك 3 أشخاص على ما يبدو كانوا داخل تلك السيارة البيضاء، شاحنة صغيرة أو ما تسمى بفان، هي سيارة بيضاء فيها 3 أشخاص. المعلومات تقول بأن 2 منهم تمكنوا من الهرب، أما الشخص الثالث فتم إلقاء القبض عليه من قبل الأشخاص الذين كانوا موجودين في عين المكان، بأنه تم تسليمه للشرطة حال ورودها. كذلك المعلومات التي وردتنا حتى اللحظة وبالتحديد من تلك التي جاءتنا من عند رئيس مجلس أمناء مسجد فينزبري بارك، وهو الذي تحدث عن تهديدات وصلت خلال المدة الأخيرة والتي على ما يبدو وصلت بعد الهجمات التي شهدتها بريطانيا، وقد تم إبلاغ الشرطة البريطانية بذلك، ولكن على ما يبدو لم يتم التعامل معها بتوفير حماية لهذا المسجد أو مساجد أخرى. للمتابعة ينضم إلينا الآن من لندن أحمد إبراهيم مدير مكتب الجزيرة هناك. أحمد، ما التفاصيل المتوفرة لديك حتى اللحظة؟ أنت معنا على المباشر، لا أدري إن كنت تستمع إلينا أم لا. نعم، حتى اللحظة ما نعرفه عن هذه الحادثة بالدقة. هناك طبعا أخبار أسمعك الآن، هل تسمعني؟ نعم أسمعك، تفضل. نعم، ساعات الآن بعد هذه الحادثة نحن في عين المكان، هو مكان بين مسجدين، مسجد دار الرعاية الإسلامية في فينزبري بارك، وبجنبه أيضا مسجد كبير آخر في أمام مسجد أو مركز دار الرعاية الإسلامي. بعد منتصف الليل تقريبا، بعد صلاة التراويح عند خروج المصلين، كانت هناك السيارة تنطلق بسرعة كبيرة من يعني قرب هذا المكان، هي شاحنة بيضاء انطلقت باتجاه المصلين الذين خرجوا للتو من هذا المسجد ودهست عدة أشخاص منهم. ما نعرفه الآن من الأخبار الشهود العيان الذي كانوا موجودين وبعضهم ما زال هنا أن هناك بعض القتلى، هذه لم تؤكد من قبل الشرطة أو من قبل خدمة الإسعاف اللندنية. يقولون أنهم شاهدوا بعض الذين فارقوا حياتهم على الأرض بمجرد عملية الدهس. هذا الشخص الذي كان يقود هذه السيارة، توقفت السيارة، استطاع بعض الموجودين أن يمسكوا به. الشرطة حضرت بعد دقائق للحادث، استطاعت أن تمسك بالفاعل المفترض لهذا الحادث، واقتيد مع الشرطة إلى مكان معين. لحد الآن لم تؤكد الشرطة عدد من قضوا نحبهم في هذا الحادث. نحن نعتمد الآن لحد الآن على شهود العيان. الشرطة لم تصدر بيان رسمي بعدد الذين قتلوا أو بعدد الذين جرحوا. أيضا هناك كان من أخبار أو من كلام الشهود العيان عن تأخر سيارات الإسعاف في الوصول إلى هذا المكان، كان هناك كثير من الغضب حقيقة من قبل المصلين الذين خرجوا للتو كما ذكرت من الصلاة. تسمع الآن الكثير من الجلبة في هذا المكان بسبب كثرة الذين تجمعوا في هذا المكان. كانت هناك بعض المناوشات الكلامية على الأقل بين الشرطة وبين الذين كانوا موجودين بسبب تأخر سيارات الإسعاف، بسبب رغبتهم بالإمساك بذلك الرجل الذي يعتقد أنه قاد السيارة. فهذا ما لدينا لحد الآن. نحن السيارة يظن أن الآن تقداد الشرطة الرجل
إلى داخل أحد السيارات المغلقة، سيارات الشرطة المغلقة، قادته الآن، ولهذا سمعتم بعض الصراخ. بليز أنا أقترب بسبب كثرة الكاميرات التي حولي. نعم، الآن اقتيد هذا الشخص إلى أحد السيارات الشرطة، الباصات الشرطة، ولذلك هذا ما لدينا الآن. طيب، هل تبين أحمد بأن أعداد من نفذوا العملية كانوا بالفعل ثلاثة، وتم إلقاء القبض على شخص واحد فقط وهو الذي تم إدخاله إلى هذه عربة الشرطة الآن، أم ربما لديك رواية تقول بأنه هو الشخص الوحيد الذي نفذ ذلك؟ بالتأكيد. نعم. المؤكد الآن، المؤكد أن هناك شخص قد ألقي القبض عليه، كان هو الذي قاد السيارة، مفترض أنه هو الذي قاد السيارة. بعض الشهود الآن يتكلموا عن آخرين، سمعت هذا من بعضهم، ولكن الشرطة لم تؤكد إلا اعتقال شخص واحد لحد الآن. نعم. طيب، كان قد ذكر بعض الضيوف الذين انضموا إلينا الآن بأن هذه الحالة الرسمية في التعامل مع الحادثة ربما هي مختلفة عن حوادث أخرى قريبة حدثت في مانشستر، في جسر لندن، في جسر وستمنستر، من حيث قدوم سيارات الشرطة والإسعاف والبيانات وغيرها. هل يمكن تأكيد ذلك أم هذا هو ديدن التعامل البريطاني مع هذه الأحداث؟ ما ذكره بعض الشهود العيان، أن تسمع هنا المشاعر يعني مختلطة الآن في هذا المكان. المهم، ما أكدته، لم تؤكد الشرطة بالضبط، لم تذكر المدة التي بين ساعة الطلب، بين الهاتف الأولي لها ووصول الشرطة. قيل أن الشرطة وصلت بعد دقائق. الكلام هنا والذي أثيرت الكثير من الضجة حوله هو المدة التي تطلبها سيارات الإسعاف في الوصول. هذا ما كان شيء من الغضب الذي سمعته هنا، أن سيارات الإسعاف كانت بطيئة في الوصول إلى مكان الحادث، بالرغم أنها يعني المنطقة هي شمال لندن، منطقة حيوية، منطقة يقطنها يعني ليست هي بالبعيدة عن مركز العاصمة، وهناك عدة مراكز للشرطة ومراكز للإسعاف القريبة والمستشفيات على سبيل المثال. فننتظر نحن الآن الرد الرسمي فيما يتعلق بالمدة الزمنية لوصول الشرطة، ولوصول ما هو أهم من ذلك في هذه الحوادث، وهي سيارة الإسعاف. طيب، الشرطة كانت وصفت هذا الحادث، قالت بأنه حادث أمني كبير وهي تتعامل معه الآن. البيانات تأخرت، ولكن العملية تم السيطرة عليها إن صح التعبير، باعتبار أنه تم القبض على المنفذ وتم إجلاء القتلى والجرحى إلى المستشفيات. في الحديث عن القتلى والجرحى، من خلال تواجدك هناك، هل اقتربت مع عائلاتهم، مع أقربائهم، لربما معرفة الأعداد، الأعمار، الجنسيات الأصلية؟ نعم، يعني للتأكيد مرة أخرى، لا توجد هناك بيانات أو إعلان رسمي عن عدد المتوفى، القتلى أو عدد الجرحى لحد الآن. هناك تأكيد أن شخصا على الأقل كان على الأرض، كان يبدو أنه ميت. هذا ما أكده شهود العيان، وهذا ما سمعته من عدة أشخاص موجودين هنا. هناك من تكلم عن أربعة، ولكن يبدو أن هناك شخصا على الأقل قد فارق الحياة،
هذه ما من تقاطع كثير من شهود العيان الذين كانوا خرجوا للتو من صلاة قيام الليل قبل حوالي ساعتين من الآن. هذا ما نعرفه يعني لحد الآن من شهود العيان، لم يصدر هناك بيان رسمي لحد الآن في هذا الموضوع. في هذه الحوادث يبدو أن يعني بالطبيعي وكما شهدته بريطانيا في الشهرين الماضيين، عدد الجرحى سيكون كبير. السيارة هي ليست صغيرة، ليست سيارة عادية، هي إنما شاحنة صغيرة. هناك كان بعض التصوير لها، هناك الكثير من الحقيقة من الصور من كاميرات الهاتف، الفيديوهات التي صورت مباشرة. حجم السيارة هو ليس بالشاحنة الكبيرة، وإن شاحنة متوسطة. نعم، شكرا جزيلا لك أحمد إبراهيم مدير مكتب الجزيرة في لندن على كل هذه المعلومات. نعود إليك إن شاء الله في حال ورود أي معلومات جديدة لديك. نذكركم مشاهدينا بهذه الأخبار التي نغطيها فعليا منذ حوالي ساعتين، حيث أكدت مراسلة الجزيرة في لندن بأن 4 أشخاص قتلوا وجرح عدد آخر، وذلك على أثر اصطدام شاحنة بحشد من الناس قرب دار الرعاية الإسلامية في منطقة فينزبري بارك شمالي العاصمة البريطانية لندن، وهي بالقرب من المسجد المعروف بالمسجد الكبير شمالي لندن في منطقة فينزبري. وقد ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الضحايا هم من المسلمين الذين تعرضوا للدهس أثناء خروجهم من المسجد بعد أداء صلاة التراويح أو أثناء تناولهم لوجبة السحور قرب المسجد. هذا وقد قال متحدث باسم الشرطة إن الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث كبير بشارع سيفن سيسترز، وبأنها اعتقلت الجاني الذي تشير تقارير إعلامية على أنه يميني عنصري معاد للمسلمين. كما قالت الشرطة إنه تم اعتقال هذا الشخص في منطقة فينزبيري بارك تحديدا. إذن هذه هي الأخبار التي لدينا حتى اللحظة. في الحقيقة ربما في غياب بيانات رسمية من الشرطة البريطانية لا يمكن إعطاء معلومات دقيقة حول أعداد القتلى والجرحى، ولكن نكتفي بما قاله شهود العيان وكذلك مراسلين الذين تنقلوا على عين المكان. الحادث وقع في حدود منتصف الليل وعشرين دقيقة بالتوقيت المحلي، وهذه المنطقة معروفة في لندن، هي موجودة في شمالها، معروفة بكثرة الجاليات التي تعيش فيها من جنسية مختلفة وخصوصا الجاليات المسلمة. هناك مثل ما قال شهود العيان بأن الكثير من المغاربة ومن الصوماليين الذين يرتدون مسجد الرعاية الإسلامية في منطقة فينزبري. نشاهد معكم كذلك هذه الصور المباشرة التي تأتينا من عين المكان. نشاهد شرطة التي ضربت طوقا أمنيا على المكان، وهي زاوية أخرى الآن كذلك توضح أعدادا من الشرطة، وعلى ما يبدو المحققون يحققون لمعرفة معلومات أوفى عن هذه الحادثة. لمزيد من التفاصيل نعود من جديد إلى لندن حيث مراسلة الجزيرة مينا حربلو. مينا، ما الجديد وهل ثمة أي بيانات أو أي ردود فعل رسمية سياسية حتى اللحظة؟ نعم، نحن هنا أمام المكان الذي حدث فيه هذه عملية الدهس التي يعتقد أنها بحسب شهود العيان الذين تحدثنا إليهم أنها أودت بحياة بعض المصلين الذين خرجوا من صلاة التراويح. هناك عدد من الجرحى، حتى الساعة تم نقلهم إلى المستشفيات المجاورة. لم تبلي، نحن الآن نسأل الشرطة البريطانية من أجل إدلاء بأي تصريحات، لم يتم هناك أي تصريح رسمي أو من قبل السلطات المعنية هنا، لا سواء من قبل الأشخاص الذين يعني هم أمامنا الآن أو من قبل هيئات الصحة. لكن شهود العيان، وهناك سيدة كانت تتحدث بأن قريبة لها قد توفيت في المستشفى،
وهناك شهود عيان الذين ذكروا لنا بأنهم قد شاهدوا رجلا على الأقل تحت هذه العربة التي دهست المارة هنا، دهست المصلين الذين خرجوا يصلون صلوات التراويح. بالنسبة لنا الآن يمكن أن نؤكد بأننا تحدثنا إلى أشخاص الذين قالوا بأن سيارات الشرطة مرت بسرعة من أمام المكان الذي حدث فيه هذه العملية ولم تقم بالتوقف رغم طلب الأشخاص الذين كانوا أمام دار الرعاية الإسلامية محاولة إيقاف الشرطة من أجل النظر في الموضوع. أيضا سيارات الإسعاف التي لم تتوقف رغم طلب الأشخاص. تحدثنا إلى شهود العيان الذين أكدوا بأنهم وقفوا أمام سيارة الشرطة ليجبروها على التوقف من أجل النظر في الموضوع. هناك عدد كبير من أبناء الجالية المسلمة المتواجدين حولي ممن يتحدثون إلى وسائل الإعلام ويدون بشهاداتهم حول هذا الحادث، سواء من كان لديهم قريب أصيب في هذه الحادثة أو من كانوا يعني يريدون معرفة إذا كان هناك قريب لهم متواجد في هذا المكان. نعلم بأننا نحن الآن أمام عملية لم تؤكد أي جهة رسمية حتى الساعة أنها عملية إرهابية، لكن الأشخاص الذين تحدثنا إليهم يشبهون بعملية لندن بريدج، هي غير مختلفة عن لندن بريدج. هناك عملية دهس متعمدة تم اعتقال شخص من قبل هؤلاء الشبان المسلمين، أرغموه على الأرض حتى تمكنت الشرطة من القدوم واعتقاله رسميا. هناك اثنين من الذين نفذوا هذه العملية ما زالوا طارين، ونعتقد بأن المروحيات الآن التي تحلق على رؤوسنا الآن تسمع هي تبحث عن ربما تساعد الشرطة في البحث عن هؤلاء الطارين. لكن يمكنني القول بأن هناك حالة من يعني التأهب بين الشباب. الكل يتحدث عن هذه الحادثة على أنها عملية إرهابية كما ذكرت، ولا تختلف عن عملية لندن بريدج، عملية الدهس التي وقعت في لندن بريدج. ننتظر أي ردود أفعال رسمية لتأكيد عدد الضحايا. من تحدثنا إليه في بداية الأمر عندما اتصلوا بشخصيا قال لي أحدهم بأن على الأقل هناك 10 من القتلى، لا يمكنني تأكيد هذا العدد حتى الساعة. هناك على الأقل نحو 30 أو ممن كانوا أصيبوا في هذه العملية الدهس، ربما سيكون هناك عدد من الجرحى وعمل من العدد من القتلى، لا يمكنني تأكيد هذا العدد حتى الساعة. رأيت في طريق أبناء الجالية اليهودية وشيوخ الجالية المسلمة الذين كانوا مجتمعين يتحدثون إلى وسائل الإعلام حول ردود أفعالهم كأبناء جالية واحدة، يعني كأبناء المجتمع الواحد، هذا المجتمع البريطاني الذي شهد يعني حوادث متعددة من مانشستر من هناك، حيث كانت هناك عملية يعني حالة من التضامن الشعبي بين أفراد المجتمع والمطالبة بعدم السماح لمن أسموهم بالإرهابيين بتفرقتهم ويعني عفوا السلطة تطلب منا أن نتحرك، ولكن أؤكد بأن هذه العملية سبقتها تهديدات من قبل أشخاص متطرفين بريطانيين عنصريين هددوا بالصوت والصورة، وهناك فيديوهات وأشرطة متوفرة على الشبكة، شبكة معلوماتية، يهددون بالانتقام لضحايا مانشستر. يقولون بأن كان أحدهم يقول بأنه سينظف منطقة مانشستر من المسلمين، وحذرهم بأنه سيأتي للانتقام لضحايا مانشستر. عملية لندن بريدج كانت أيضا عملية أصابت الكثيرين هنا بالصدمة، لا سيما وأنها وقعت في مكان كانت ربما الكارثة ستكون أكثر لو وقع الحادث في الصباح. بالنسبة لحادثة اليوم، هناك عدد كبير من الشبان المسلمين وغير المسلمين حقيقة الذين يتحدثون إلى وسائل الإعلام، تحدثوا إلينا عن يعني شهاداتهم وعن كل ما يمكن أن يفيد في
إيصال المعلومات حول حقائق هذه الحادثة. هناك ادعاءات بأنهم كيف يعني على الأقل واحد من الشباب الذي قال لي بأنه لماذا لم تتوقف الشرطة رغم محاولتهم بتوقيفها من أجل تحقيق الحادث. هناك طوق أمني مضروب على هذه على دار الرعاية الإسلامية، ودار الرعاية الإسلامية تقع محادية لمسجد كينزبري بارك، مسجد كينزبري بارك الذي هذا كان قد عرف أحداثا في السابق بسبب يعني بعض من يصفون المتطرفين تم تنظيفه، وهناك إدارة جديدة تقوم ب يعني الدعوة وتنظيم الصلاة في هذا وأداء الشعائر الدينية في هذا المكان. أنا الآن يمكنني أن أرى عدد من رجال الشرطة الذين يهرعون إلى المكان من أجل تنظيم دخول المحققين والخبراء الشرطة من أجل تحقيق هذه العملية. كما ذكرت هناك شخص واحد تم اعتقاله من قبل أبناء الجالية ومن قبل المصلين قبل أن تأتي الشرطة لتعتقله رسميا. طيب فيما يتعلق بتلك التهديدات التي تحدثت عنها، عطفا على كلامك أنا قد أكد ذلك كذلك رئيس مجلس أمناء مسجد فينزبري بارك، والذي قال بأن هناك تهديدات اتصالات هاتفية وصلتهم خلال الأيام الأخيرة لمن هددهم بهجمات مماثلة انتقاما لبعض التفجيرات أو الأحداث التي وقعت في لندن خلال الشهور الماضية. هنا نطرح سؤال آخر مينا عن عدم توفير الشرطة البريطانية لحراسة على هذا المسجد ومساجد أخرى، وربما هو الذي أدى إلى حدوث حادثة مثل هذه. في الحقيقة أبناء الجالية المسلمة هم نشيطون جدا، هم يقدمون الحماية والحراسة لمثل هذه الأماكن، ولكن تحدث أحداث إما بالليل أو في الأوقات التي لا يكون فيها أبناء الجالية المسلمة متوفرين حوالي هذه المناطق. عادة هذه المراكز تكون متواجدة في قلب الشوارع، في قلب يعني في حيث تكون هناك يعني حركة ونشاط وتكون مرئية للعين يعني للمشاهد. هناك فعلا حدثت هجمات على مساجد بعد عملية مانشستر، حدثت هجمات على مساجد، كان هناك محاولات لإحراق مساجد، هناك اعتداء على مسلمين بالنسبة يعني لسكان هذه السكان بريطانيا المسلمين. هناك شكاوى مثلا في من محاولات اعتداء باللفظ سواء الشفوي او اللفظي على اشخاص مسلمين على محجبات. الشرطة البريطانية حقيقة لا تترك المجال لأي نوع من هذه العمليات، عمليات تحريض ضد المسلمين وضد أي شخص معين يعني تتعامل مع الموضوع. لكن يمكنني أن أؤكد بأن أبناء الجالية المسلمة هم حريصون على مؤسساتهم الإسلامية في هذا البلد، والدليل على ذلك أنهم هم الذين أوقفوا هذا الشاب، ولو لم يكونوا يعني فلسطينيين يعني لو يكونوا يقيدين لما تمكنوا من الإلقاء القبض على هؤلاء، على الأقل واحد من هؤلاء المنفذي هذه العملية. هنا كمان أيضا ممكن أن أشير إلى مثلا حريق غرينفيل الذي ذهب ضحيته العشرات من أبناء الجالية المسلمة حتى الساعة وغير المسلمة. كان أبناء الجالية المسلمة يقظين حينما حاولوا الدخول إلى هذا البرج وإنقاذ الأشخاص. يعني حركة شباب الشبان المسلمين نشطة جدا رغم كل الاتهامات التي تكلم إلى بعضهم بأنهم متطرفون وما إلى ذلك، إنهم إلا أنهم يلعبون دورا جيدا ودورا حيويا.